محدش. في واحد من كتب الجميلة بتاعت الكتاب المقدس، واحد من أسفار العهد القديم، هو سفر عزر النبي. النهاردة هناخد يمكن أغلبه تاريخ شوية، عشان في حاجات محتاجة نحن نفهمها وهنكرر عشان نحفظ. عزر هو كاتب وهو كاهن، ومش نبي، كاهن وكاتب. كاهن هو من سبط هارون، وهو كاتب سفر عزرة وأسفار أخبار الأيام. سفر عزرة واحد من الكتب المقدسة اللي جت بعد السبي، سبي بابل. وهو كاهن صحيح، لكن لم يمارس الكهنوت بالمعنى الكهنوت اليهودي، لأن الهيكل ما كانش موجود، هم كانوا موجودين مسبيين في بابل، فبالتالي لا الهيكل موجود ولا الذبائح موجودة، لكن كانوا يقدروا يحافظوا على بعض الشرائع زي الختان وزي يوم السبت مثلا، حفظ السبت. ايه اللي ودهم هناك بابل؟ وهي دي القصة اللي هنحاول نفهمها من أولها. هتكلم بالراحة وهعيد وزيد، هنحفظها. مملكة إسرائيل أصلا كانت مملكة موحدة تحت حكم ثلاثة من الملوك، شاول وداود وسليمان. انقسمت المملكة لأول مرة نسمع عن الانقسام في عهد رحبعام ابن سليمان، واللي كان واقف ضده واحد اسمه يربعام. وانقسمت المملكة لعشر أسباط شمالية، وعملوا مملكة إسرائيل، والمدينة المهمة اللي فيها كانت السامرة. وسبطين، سبط يهوذا هو سبط الكبير، وسبط صغير معاه كسبط بنيامين، عملوا مملكة يهوذا، واللي ملك عليهم ابن سليمان اللي كان السبب في هذا الانقسام، اللي هو اسمه رحبعام. فبعد ما كانت مملكة إسرائيل مملكة موحدة، بقيت مملكتين، مملكة شمالية باسم إسرائيل، ومملكة جنوبية باسم يهوذا. ودي الصور بتاعته، بتاعت الممالك يعني. للأسف إن بني إسرائيل من وقت ما خرجوا من مصر، وربنا كان في عهد بينه وبينهم، قال لهم إنكم أنتوا هتكونوا شعبي وأنا أكون لكم إلها. وحتى في كلام موسى وهارون مع فرعون، ربنا تكلم عن بني إسرائيل، إسرائيل ابن البكر. وكان الشرط إن هم يسمعوا كلام ربنا، وإن هم ما يختلطوش بالشعوب، وبالتالي ما يعملوش الحاجات الغلط اللي الشعوب الوثنية المحيطة كانت بتعملها، لكن للأسف عملوها. ودي هنا واحدة في سفر الملوك أصحاح 17، ربنا بيقول كده: وكان أن بني إسرائيل أخطأوا إلى الرب إلههم الذي أصعدهم من أرض مصر من تحت يد فرعون ملك مصر، واتقوا آلهة أخرى وسلكوا حسب فرائد الأمم الذين طردهم الرب من أمام بني إسرائيل وملوك إسرائيل الذين أقاموهم. وعمل بنو إسرائيل سرا ضد الرب إلههم أمورا ليست بمستقيمة، وبنوا لأنفسهم مرتفعات في جميع مدنهم. مرتفعات اللي هي الأماكن اللي بيعبد فيها الأوثان، كانوا بيعبدوا في المرتفعات وتحت الأشكار الكبيرة وحاجات زي كده، والأنصاب والسواري، كل دي حاجات. وأقاموا لأنفسهم أنصابا وسواري، كل دي علاقة بعبادة الأوثان، على كل تل عالي وتحت كل شجرة خضراء، وأوقدوا هناك طبعا ذبائح يعني على جميع المرتفعات مثل الأمم الذين ساقهم الرب من أمامهم. ساقهم يعني طردهم. وعملوا أمورا قبيحة، يعني كلام صعب لإغاظة الرب، لأنهم عارفين الكلام ده بيفسدش ربنا. وعبدوا الأصنام التي قال الرب لهم عنها لا تعملوا هذا الأمر، وأشهد الرب على إسرائيل وعلى يهوذا الاثنين على يد جميع الأنبياء. طبعا أرميا قال كلام كتير إلى آخره، مش هندخل فيه كتير دلوقتي. عن جميع الأنبياء وكل رائن، رائن طبعا ده اسم تاني للأنبياء،
قائلا ارجعوا عن طرقكم الرديه، يعني ربنا حذرهم كذا مره، واحفظوا وصاياي فرائدي حسب كل الشريعه التي اوصيت بها اباءكم والتي ارسلتها اليكم على يد عبيدي الانبياء، فلم يسمعوا. مش بس، بل وصلبوا اقفيتهم كاقفيه ابائهم الذين لم يؤمنوا بالرب الههم. كانت النتيجه حاجتين. هنتكلم الاول على مملكه اسرائيل اللي هي الشماليه دي، ان ربنا بعت ملوك اشور بعد التحذيرات الكتيره بتاعه الانبياء وما سمعوش. فنسمع في الكتاب المقدس عن اسامي الملوك دول. في واحد اسمه تغلس فلاسر، هنلاقيه في ملوك الثاني اصحاح 15. جه واستعبد بني اسرائيل ورحل جزء منهم للمملكه عنده، ما رجعوش. الراجل ده ابنه اسمه شلمنصر، جه سنه 723 او 24، فرق سنه اب او داون، وراح حاصر السامره لمده 3 سنين. هو مات اثناء الحصار. جه ابنه اسمه سرجون، واحد مشهور جدا على فكره. الاسامي دي موجوده في الكتاب المقدس، واسامي موجوده في التاريخ المدني، يعني تاريخ المدني يعني تاريخ الانسانيه، معروفين تغلس فرسر وشلمنصر وسرجون. سرجون ده ابنه سنحريب اللي هيروح يحاصر اورشليم بعد كده. دي كلها اسامي موجوده في التاريخ وموجوده في الانجيل وماشيه تيبيكال مع تاريخ الانساني. مات شلمنصر اثناء الحصار 3 سنين للسامره. ابنه سرجون رحل الناس من السامرة وجاب شعوب من الأماكن بتاعتهم. هنلاقيها الأروز دي اللي هي الموف والبينك، اللي هم اللي عملوا تغلس فلسر واللي عملوا بعد كده شلمنصر وسرجون. وراحوا جابوا الناس من ناس وسنين وعدوهم في الأماكن اللي هي بتوع مملكة شمال إسرائيل، فاختلطوا بمن تبقى من الأهالي اللي كانوا بيعبدوا ربنا من بني إسرائيل، فعملوا خليط من العبادات، عبادات وثنية على عباد بني إسرائيل، فطلع منهم السامريين. المرأة السامرية جت من كده. السامريين جم منين؟ من دي، إنهم جه سرجون ورحل بني إسرائيل لأماكن بتاعت مادي وشمال العراق دلوقتي، وجاب ناس من هناك وطنوهم في أماكنهم. فالناس اللي باقيين من بني إسرائيل اختلطوا بالناس الوثنيين دول، فعملوا خليط ما بين العبادات الوثنية وعبادة بني إسرائيل، فطلعوا السامريين. وده حسب التاريخ، ده هي دي إمبراطورية الإمبراطورية الأشورية دي. طبعا سنحريب مش هنتكلم عنه دلوقتي، لأنه نتكلم على مملكة إسرائيل يهوذا بعد كده. ملكت مملكة أشور سنين طويلة، لغاية لما طلع واحد اسمه نيبو بلسر. نيبو بلسر ده عصى على ملك أشور وعمل جيش وهجم على نينوى اللي هي كانت عاصمة أشور. نينوى فاكرين اللي راحها يونان النبي، هي كانت عاصمة الإمبراطورية الأشورية العظيمة دي. وكان من الحاجات ليه ما كانش عايز يروح، لأنك هيروح فين؟ دول ناس وثنيين، هيروح يقول لهم توبوا لما هيمسكوا يقتلوا. طبعا غير ان هو كمان ناس امميين، وهما عايز بني اسرائيل هما اللي كلهم الخلاص، مش هيروح يتكلم مع ناس امم والى اخره يعني. فطلع نبو بلسر ده وحاصر نينوى واخدها ودمر نينوى وكده تمت نبوة مهمة قالها واحد من الانبياء الصغار. ياريت حد يقول لي مين، عن خراب نينوى حصلت تاريخيا بموجب الحصار بتاع نبو بلسر ده. فراح هرب الملك، راح مدينة اسمها حران، طبعا معروفة خالص في سفر التكوين. ياريت نرجع لها في سفر التكوين وحد يقول لي حران دي كان ايه. طبعا في الوقت ما كان ابراهيم رايح، ابرام خارج هو وباباه ولوط علشان يروحوا ارض الميعاد، حران قعد فيها 15 سنة على فكرة. حران راح هو وراهم
وراح دمر حران دي واستولى على أشور وسقطت أشور بيد نبوكلسر ده. نبوكلسر ده كان ليه ابن هو ولي عهده. احنا دلوقتي بنتكلم عن مملكة تانية خالص، مملكة بابل. يبقى احنا خلصنا الامبراطورية الأشورية اللي كان منهم تغلس فلسر، واللي كان منهم شلمنصر، واللي كان منهم سرجون، اللي هم رحلوا امبراطور إسرائيل المملكة الشمالية وتعاملت السامريين، صح كده؟ لو حد مش فاهم يقول لي نعيد تاني، سهلة ولا الكلام ده في غلط؟ سهلة ولا مش سهلة؟ سهل. أوكي. نبوخذنصر ده كان ليه ابن اسمه نبوخذنصر، وكان هو قائد جيشه وكان ولي عهده. هنعيد الأسماء دي 100 مرة، هنحفظها، مش صعبة، عشان ما أقرأ الإنجيل ما فوتش حاجة، وبعرف إن الإنجيل التاريخ ماشي تيبيكال مع الإنجيل، الأثار ماشية تيبيكال مع الإنجيل زي ما هتشوفوا دلوقتي. دي صورة نبوخذنصر من الأثار، كان شكله كده، كان هو ابن نبوخذنصر وهو بقي الملك بعديه، ومذكور في الكتاب أكتر من مرة نبوخذنصر. وفي بعض الكتب بتكلم على نبوخذنصر باسم تاني اسمه بختنصر، هو نفس الشخص والاسمين مسجلين تاريخيا عليه. نبوخذنصر هي اسم فيها صلاة للإله نبو. نبو ده الإله الكبير بتاعهم هناك، كان إله الحكمة، إنه بيطلب الأب بيطلب من نبو الإله بتاعهم إنه يحافظ على ابنه البكر. ده المعنى بتاعت نبوخذنصر، أيها الإله نبو احفظ ابني البكر اللي هو نبوخذنصر ده. بختنصر معناها اللي عنده حظ كويس، ذو الحظ الطيب الصالح، ده المعنى بتاع كلمة نبوخذنصر بتاع بختنصر. لما نبوخذنصر أسقط مملكة أشور، بواقي أشور هربوا نواحي شمال سوريا، وكان مين متحالف معاهم؟ كانت مملكة مصر، وكان الملك بتاع مصر في ذلك الزمان في ذلك الوقت فرعون مصر اسمه نخو، مذكور بالاسم في الكتاب المقدس، أهو نخو من التاريخ ده التمثال بتاعه. استنجدوا الأشوريين بالمصريين فعمل نخو، نخو في الأسرة 26 عصر الدولة الحديثة، أبوه هو أول فرعون في الدولة 26 في الأسرة 26 اسمه بسمتيك الأول، بسمتيك نخو ابن بسمتيك، فاستنجد به الأشوريين وكانوا موجودين في شمال سوريا، فعمل جيش فطلع شمالا على أساس أنه يروح يتحالف مع الأشوريين ويهجموا على بابل اللي بعتت جيش بقيادة نبوخذنصر، كان لسه أمير ما كانش هو الملك، كان بابا لسه موجود نبوخذنصر. اللي حصل أن ملك يهوذا كان اسمه يوشيا، والقصة دي مذكورة في الكتاب المقدس في سفر أخبار الأيام الثانية أصح 35. يوشيا الملك لما عرف أن ملك مصر نخو، مكتوبة كده، طالع أنه رايح عشان يحارب الأشوريين، فراح وقفله في السكة لأن هو كان عايز أن أشور تنتهي لأن هي كانت متسلطة عليهم. فنخو قال له ابعد عن طريقي، هو كان ماشي في أرضه، ابعد عن طريقي أنا مش جاي لك أنت، أنا طالع فوق. فقال له مش هتعدي، فحصلت موقعة بينهم واتقتل يوشيا الملك. والقصة بكل ما ترتب عليها موجودة في سفر أخبار الأيام الثاني أصح 35 مسجلة تاريخيا كمان. نخو راح، دي حصل المعركة دي في معركة مجدو، موقعة معروفة جدا تاريخيا، سنة 607 قبل الميلاد. طلع شمالا لمكان اسمه كركميش. صدقوني بالتكرار هتفهموا. نبوخذنصر راح غلب الأشوريين وغلب ملك مصر
نخو واتهزم الملك المصري ورجع مهزوم. يبقى في موقعتين، الموقعتين على فكرة موجودين في الكتاب، موقعة مجده اللي اتقتل يوشيا ملك يهوذا، موقعة كركميش اللي بعدها نبوخذ مصر بقى الملك سنة 605 قبل الميلاد. والتاريخ ده مش هننساه ليه؟ لأنه على طول نبوخذ نصر راح على يهوذا، على 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 مملكة إسرائيل، وبدأ يسبي مملكة يهوذا، وحصل ثلاث موجات. لو كانوا معانا ما كنا بنتكلم في سفر حزقيال من 5-6 سنين، حصل أول مرة أنه يسبوا الناس اللي هو بتوع مملكة يهوذا يودوهم بابل، يعني سنة بداية الترحيل سنة 605. بفكر حضراتكم مملكة إسرائيل حصل لها أنها ترحلت لمملكة أشور سنة 722 قبل الميلاد، ده سبي إسرائيل بواسطة الأشوريين، دول ما رجعوش في الأغلب، ما رجعوش، حاجة بسيطة اللي رجعت مع رجوع يهوذا هنحكي فيه. مملكة يهوذا اللي هي بتاعت الجنوب هجم عليهم نبوخذ نصر أول مرة حصرهم، وراح رحل ناس لأول مرة سنة 605 بعد موقعة كركميش. وفي الترحيل الأول ده دانيال النبي التاخد والثلاث فتية اترحلوا، كانوا موجودين في أورشليم، اترحلوا على بابل سنة 605. ترحيل تاني حصل سنة 7-8 سنين بعدها، يعني سنة 497 أو 98. في الترحيل التاني ده حزقيال النبي اترحل على بابل. إمبراطورية مملكة يهوذا ما ارتضعتش، وفضلت إن هي تتحاول تتآمر على نبوخذ نصر، فراح بعت جيش للمرة الأخيرة بعدها في سنة 18 من حكمه تقريبا، حوالي سنة 587. يبقى 605 697 597 587، ثلاث مرات راح كسر البلد وحرقها وكسر الهيكل وسب الناس. دول الثلاث مرات ده نبوخذ نصر. ثلاث موجات للسبي. نبوخذ نصر هو اللي عمل حدائق بابل المعلقة، واحدة من عظائم الدنيا في السبعة في العالم القديم. نبوخذ نصر برضو هو صاحب الشخصية اللي شافت الحلم اللي فسره له دانيال النبي، وكان هو الرأس اللي من ذهب، لأنه كان هو البداية، وكان هو أكثرهم قوة، وكان أكثرهم مورال كمان، مورالي يعني أخلاقيا كان أفضل من كل اللي جم بعده، كان هو رأس من ذهب. وهو نفسه نبوخذ نصر ده اللي هو لما تكبر ربنا ضربه وعاش مع الحيوانات 7 سنين وطال شعره وأكل وندى السماء بلل جسمه وأكل مع الحيوانات، ولما اتضع رجعه ربنا. هو نفسه نبوخذ نصر ده اللي هو أحد أكبر قادة مملكة بابل. أما دانيال النبي قال له إيه؟ أنت هو الرأس من ذهب، أنت. أما كان بيفسر له الحلم. دي مملكة بابل امتدت لكل الأنحاء. مملكة بابل اللي يهمنا نعرف الثلاث أسماء، الأربع أسماء دول. نبو بلسر اللي هو اللي أنهى حكم مملكة أشور، وهو اللي تمم نبوة صفانيا النبي. هقولت لكم بقى، أنا كنت قلت لكم دوروا عليه، بخصوص خراب نينوى. نبو بلسر هو اللي خرب نينوى وتمم النبوة، وده تاريخيا مثبوت. نينوى تخربت على يد ملك بابل اللي هو طالع نبو بلسر، اللي هو أبو نبوخذ نصر. وبعدين في حاجة مهمة، الكتاب بيتكلم على إن في واحد من مملكة آخر واحد من مملكة بابل اسمه بلشصر، عمل حفلة وجاب الأواني بتاعت هيكل الرب الذهبية اللي هو نبوخذ نصر كان خدها من الهيكل، وبدأ يشرب فيها مع عظماءه ونسائه.
فراح طلعت كتابة على الحائط، وطبعا اضطرب جدا، وطبعا عارفين القصة ازاي دانيال النبي فسرها له، وهو اتقتل في نفس اليوم. الايد مكتوبة، لا هو ابن يعني. تاريخيا الاسم ده ما كانش موجود لغاية اوائل القرن العشرين في كل النبشات والحفريات والمعابد والكتابات اللي لقيوها في منطقة بابل. الاسم ده مش موجود تاريخيا. آخر ملك ملك على مملكة بابل قبل ما يجي الفرس اسمه نبونيداس، شلمنصر ده مش موجود. نبونيداس ده كمان لم يقتل، ده عاش أسر بس لكن لم يقتل. بس الكتاب بيقول إن آخر ملك كان اسمه شلمنصر، والحادثة الشهيرة اللي سجلها سفر دانيال النبي في أصحاح 5 على حكاية إن هو شرب الخمر في آنية بيت الرب المقدسة طبعا، وفيها استهانة واستهزاء وكل الكلام اللي ملوش لازمة يعني، وإزاي إنه شاف الكتابة اليد اللي بتكتب على الحائط المكلس وكده، لغاية سنة 1933 بالضبط كده، وجدت ناقصة لغاية سنة 1933 اكتشفوا حاجة اسمها سيلندر اوف نابونيداس. سيلندر دي زي ما انتم شايفين الشكل ده مكتوب بالكيونيفورم، الكيونيفورم يعني الكتابة المسمارية. لأول مرة في التاريخ يجي اسم شلمنصر ده. نابونيداس هو اللي كاتب الكتابة دي، وبيدعو الإله أن يحفظ ابنه شلمنصر. وعرفنا بعد كده على فكرة موجودة في المتحف البريطاني، دي موجودة في المتحف البريطاني، وعرفنا من الكتابة الآتي، عرفنا من الكتابة إنه بلشصر كان كوريجنت، يعني إيه؟ كان مشارك في الحكم في حياة أبوه. يعني إيه مشارك في الحكم؟ الأب واضح يا إما كان كثير السفر أو كثير المرض، فكان ابنه هو الحاكم سواء في حضوره أو في غيابه. وبالطريقة دي عرفنا حاجة مهمة جدا، إنه لما دانيال فسر له الحلم، آسف الكتابة، قال له تكون ثالثا في المملكة. يعني الطبيعي جدا يقول له تكون إيه؟ ثاني. ولغاية 1933 ما كانش فيه تفسير ليه يكون ثالث، يعني المنطق هل دي خطأ؟ يعني اللي بيكتب غلط، يعني أصلا مش معقول يقول له تكون ثالث، يعني يكون ثاني طبيعي، زي ما حصل مثلا مع مردخاي، زي ما حصل مع يوسف في مصر، يكون ثاني لكن ما يكونش ثالث. لما اكتشفت الحكاية دي عرفنا أنه الملك نابونيداس كان عايش، وابنه كان ملك في وجوده صحيح، كان مشارك في الحكم، فيبقى هو ثاني، فالمنطقي جدا أنه يكون دانيال إيه؟ الثالث. حضرتكم فاهمين؟ يعني لغاية أوائل القرن العشرين ما كناش عارفين ليه، كان يقولك غريبة تالت ليه، عرفنا بعد كده، ودي موجودة في المتحف البريطاني. اللي هجم على القصر وقتل شلمنصر هو كورش أو قورش بالكاف أو بالقاف، هو من أعظم ملوك التاريخ، هنحكي عليه كتير لما نبتدي نتكلم في سفر عزرا. بدأ ملك صغير في علام إيران حاليا، وبعدين زحف بجيشه، وبالليل دخل تقريبا من غير قتال يعني بابل، قتل شلمنصر اللي هو نابونيداس. وعشان كده نابونيداس ما تقتلش، هو اللي تقتل شلمنصر، وده اللي ذكره الكتاب. دي الصورة بتاعته من الحفريات بس مرسومة. اللطيف عن كورش ده
كان بني إسرائيل ليهم 70 سنة على بابل مش على فارس، لأنه على فارس كان مالك على فارس، لكن مالك على بابل سنة 538. 70 سنة بعد الترحيل الأول، وفي السنة الأولى يعني بعدها بسنة سمح للناس إنها ترجع. 70 سنة بعدها ب20 سنة اتبنى الهيكل. نقول حاجة تاني، يعني 70 سنة من الترحيل الأول للسماح لهم أنهم يرجعوا، ممكن نحسبها 70 سنة تانية من تدمير الهيكل سنة 587 لبناء الهيكل الثاني و17 517. يعني ممكن كده 70 سنة كده 70 سنة، يعني 70 سنة من الترحيل للرجوع و70 سنة من التدمير للبناء هنحكي فيها. ودي كانت نبوة في دانيال النبي وفي أرميا النبي، مش هنقرأ كتير. قالوا لهم كده هم بيترحلوا، وأثناء السبي دانيال كان في السبي، قال لهم هم 70 سنة وهترجعوا، ريحوا اشتغلوا واتجوزوا وانموا، هترجعوا بعد 70 سنة. وكلمة ربنا حصلت. ازاي في وسط الملوك العتية دي، والملوك كانوا يعني كانوا ناس جبابرة متجبرين وحشيين، ازاي ان هم يسمحوا ان ناس عندهم أسرة بيخدموهم انهم يرجعوهم بسهولة كده؟ اهو ده ربنا، ان يجيب كورش او قورش في الوقت المناسب عشان يسمح بعودة المسبيين. يعني كان في نبوة إن الناس دي هترجع بعد 70 سنة من قبلها. أوه، دانيال وأرميا النبي قالوا لهم ريحوا، هو 70 سنة وهترجعوا. اللطيف بقى مش كده، إنه كان في نبوات عن كورش أكتر من 150 سنة قبل ما يتولد، أو قبل ما هو يتوجد أصلا، قبل ما يتسمع اسمه كورش ده في سفر أشعياء النبي. دي الإمبراطورية الفارسية، كورش هو اللي أسس مملكة فارس. الراجل ده من أعظم ملوك التاريخ، كان راجل متسامح جدا جدا، وسمح لكثير من الشعوب الأسرة أو الأسيرة لديه أنه يرجعوا، وأعطاهم آلهتهم. طب بني إسرائيل ما كانش عندهم آلهة اتخذت، لكن كان عندهم الأواني، فرجع لهم الأواني بتاعت الهيكل، وده مثبت تاريخيا. خليني أقول لكم الأول، قورش ده ليه ابن اسمه قمبيز، ده استعمر مصر قمبيز ومات هو وراجع، هنحكي فيها بس مش دلوقتي. يقول كده، طبعا الإشارة اللي موجودة عندنا في أول آيات في سفر عزر، يقول كده وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس عند تمام كلام الرب بفم أرميا نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداءه في كل مملكاته بالكتابة أيضا. هنحكي فيها ليه بالكتابة أيضا، عشان هتوصل للحتة البعيدة تكون مكتوبة وممهورة بختم الملك، ما كانش بيمضي، كان ليه خاتم. هكذا قال كورش ملك فارس جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، هنبقى نحكي فيها وقتها، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا، من منكم من كل شعبه ليكون إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل هو الإله الذي في أورشليم. دي أول آيات في سفر عزرا. سفر أشعياء 44 وأشعياء 45 دي أكتر من 100 سنة قبل ما يوجد كورش. يقول كده، هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن، بيكلم بني إسرائيل، أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي، باسط الأرض، من معي؟
مبطل آيات المخادعين ومحمق العرافين، مرجع الحكماء إلى الوراء ومجهل معرفتهم. طبعا اسألوا اللي حصل مع مثلا سحرة فرعون. مقيم كلمة عبده ومتمم رأي رسله اللي هم أرسلهم، يعني القائل عن أورشليم ستعمر. ما هو دانيال وأرميا قالوا كده إن هي أورشليم هتتعمر تاني، والمدن يهوذا ستبنين وخرابها أقيم. القائل اللجة انشفي وأنهارك أجفف. القائل عن كورش، قبل كورش بمية وخمسين سنة، القائل عن كورش راعية. ليه؟ لأنه بيتمم إرادة ربنا، فكل مسارته يتمم مسارات ربنا أن أولاده يرجعوا. ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس. ده في أشعياء 44، أشعياء 45. هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش، يعني قال له الراعي راعية، وقال أنه مسيحه. ليه مسيحه؟ لأنه هو بيتمم إرادة الله. الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغليق الحديد أقصف، أعطيك زخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل. فأوائل القرن اللي فات اكتشفوا برضو سيلندر لكورش، ومكتوبة عنه ازاي ان هو ارجع الأسرة الى ديارهم واعطاهم ما يشبه الحكم الذاتي دلوقتي، يعني لكن تحت سلطانه هو، زي ما هنشوف في سفر عزرا. وده ماشي تيبيكال مع الكلام اللي قاله سفر عزرا. احنا خلصنا النهاردة كده، بس انا عايز بس ايه نقول حاجة. المقدمة التاريخية كانت لازم، ما ينفعش ان انا اشوف حاجة ومش فاهمها وعديها. من فضلكم ما تعملوش كده. انا مش فاهم حاجة اسأل. اللذيذ ان كل حاجة مكتوبة في الانجيل make sense. في يوم من الايام قالوا للسيد المسيح خلي الناس تسكت، قال لهم ان سكتوا هتقول اللي هتتكلم، وادي الحجارة اتكلمت. طبعا هو المقصود بالحجارة اللي هي الشعوب اللي ملهاش الميراث اليهودي، فكانوا زي الحجارة حضرتنا يعني الأمم دول. لكن حتى we can apply it هنا، وفي كتاب على فكرة اسمه الأحجار تتكلم. كتابنا المقدس ما هوش كتاب تاريخ، ولا هو كتاب علمي، ولا كتاب تسجيل أنساب أو أنسال، لا. لكن كل معلومة موجودة فيه هي مظبوطة. الكتاب هو تاريخ ملكوت السماء، تاريخ الخلاص. لكن كل معلومة تاريخية أو جغرافية أو علمية موجودة فيه هي معلومة مظبوطة. احنا عايزين نقول حاجة صغيرة نختم بيها، والمرة الجاية هنكلم مقدمة لسفر عزرا. احنا ما كلمناش مقدمة لسفر عزرا، ان ربنا هو وراء التاريخ بيرفع ملوك ويحضر ملوك، بيرفع شعوب ويحضر شعوب. الهدف مصلحة ولاده. ربنا مشغول بينا طول الوقت. إن كنت أنا مش شايف كده دي مشكلتي، محتاجة أطلب استنارة فيديني، أطلب حكمة وهيديني ومش بيعير. لكن هو عايزني أكون معاه على نفس الخط، أضبط الموجة عليه، بدل ما أنا الريسيفر بتاعي مظبوط يستقبل كل الموجات إلا موجته.
اللي كانوا بيقولوا عليه مستحيل حصل، وان ربنا يرتب الخلاص بيد الملك نفسه، دي ما بتحصلش دي، لكن مع ربنا تحصل. اللي يخلي بنت فرعون هي اللي تنقذ موسى ده ربنا. اللي يخلي الملك أحشاويرش الملك بتاع استير هو حفيد كورش، حفيده. ابن قنبيز هو اللي ينجي الشعب، بينما هو أصلا اللي أصدر القرار بتدميرهم. مين يعمل كده؟ ربنا، لأن قلب الملك في يد الله، حيثما يشاء يميله. فأنا واثق، أوثق في ربنا برغم كل الظروف، أقول كله للخير، وأقول ربنا موجود ومسيرها تعدي طبعا. لله كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين. حد من حضراتكم ليه أي سؤال؟ أي واحد؟ لا ثانية هاجيلك بس. كورش مذكور في الكتاب، كورش مذكور في الكتاب المقدس تعاملاته مع ربنا، يعني لسه في إله السماء وإله إسرائيل، وقال لي ابنوا بيت. هقول لكم هي الفكرة في إيه، إنه كورش بيقولوا الآباء حاجتين، إن هو في الغالب حاجتين، إن هو طبعا was very impressed بالحادثة بتاع دانيال والأسود، واحد. والحاجة التانية، عرف دانيال قال له النبوات، كان دانيال كبير خالص في السن، اللي موجودة عنه في سفر أشعية، لكن هو أصلا كان إنسان كويس، لكن هو طبعا تعاطف مع شعب الله بسبب الحاجتين دول، هنبقى نحكي فيهم وقتها. حد من حضراتكم ليه أي حاجة؟ مش عارفة لو قدسك ممكن تقول ملخص للي تقال النهاردة في نقط عشان أنا تهت. نقولهم تاني. احنا قلنا ان بني اسرائيل كانت مملكة واحدة اتقسمت في عهد ابن سليمان رحبعام لمملكتين، مملكة اسرائيل اللي الشمالية، ومملكة يهوذا اللي هي تحت دي. عاشوا حياة وحشة خالص، بعيدة عن ربنا خالص، برغم كل التحذيرات والانبياء اللي قالوا لهم ما تعملوش كده ما تعملوش كده، طب ربنا هيبعت لكم ناس، ما فيش، ما سمعوش. كانت النتيجة ان مملكة اشور هجمت على مملكة إسرائيل، مملكة الشمالية، ورحلوهم وجابوا مكان، رحلوا أغلب الناس يعني، وجابوا مكانهم ناس من مادي وفارس وشمال العراق حاليا، وسكنوهم مكانهم، فاختلطوا بمن تبقى منهم، فتعمل السامريين سنة 722. في ثلاث أسماء في الترحيل ده، تغلس فلسر وشلمنصر وسرجون، بس يعني لأن هم موجودين في أخبار الأيام، أسم ملوك الثاني 15، نسمع تغلس فلسطر ده وبيكا أو فقح ملك إسرائيل، واللي يقرأ في الجزء ده. مملكة يهوذا، جه مملكة بابل نبوخذ نصر وهجم عليهم، وفي ثلاث موجات للترحيل، 605 بعد موقعة كركميش، مهمة جدا موقعة كركميش 605، وبعدين بعدها بثمان سنين يبقى 597 ماشي، وبعدها من الأول 18 سنة في حكم نبوخذ نصر اللي هو 587، كسر الهيكل بقى، كسر الهيكل. بعدها بسبعين سنة، بعد أول ترحيل 70 سنة، 538 جه كورش اللي هي مملكة فارس، يبقى كده اتكلمنا عن ثلاثة، اللي هو مملكة أشور اللي هي مملكة إسرائيل الشمالية، وبعدين مملكة بابل اللي فيها نبوخذ نصر ثلاث ترحيلات، وبعدها بسبعين سنة جت مملكة فارس اللي هو كورش اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي. 70 سنة بعد الترحيلات زي ما انت فاهم، بعد 50 سنة بعد الترحيل الأخير، 50 سنة من 87 ل 37، يبقى 50 سنة صح، ولكن مع أول ترحيل يبقى 70 سنة.
في ممالك في السنة الأولى بتاعته سمح للناس إنها تمشي إنها ترجع. وهنشوف بعد كده في ثلاث موجات برضو إن هم رجعوا في ثلاث موجات كمان، موجة مع زروبابل 42,000 واحد، وبعدين موجة مع عزرة 1700 واحد، وبعد الموجة الثالثة مع نحمية بعدها ب 13 سنة. هنبقى نحكي فيها وقتها، صدقوني سهلة جدا، بس أنا أحطها في دماغي أحاول أسجلها، سهلة جدا جدا، مفيش حاجة يعني مفيش حرفة خالص يعني، لكن هنتفق مش هفوت حاجة. لو أنا مش عارف حاجة أسأل، لو ما سألتش دي بتدين أنا، لأن معناها أنا مش عايز أفهم مش عايز أعرف كده. سهلة شوية، يبقى احنا بنتكلم على مملكة إسرائيل خلاص اترحلت 722، مملكة بعدها بحوالي 120 سنة ولا حاجة مملكة يهوذا نبوخذ نصر، وقلنا كلمة نبوخذ نصر معناها هي دعوة صلوة للإله نبو إله الحكمة عندهم، إنه يحفظ ابن البكر اللي هو نبوخذ نصر، يعني الاسم فيه صلوة يعني. وبعدين ثلاث موجات الترحيلات، وبعدين قورش أو كورش. على فكرة في كذا رئيس من أمريكا كان واخد طريقة حياة كورش يعني كونستيتيوشن لي، هقول لكم أساميهم المرة الجاية عشان ما ندخلش في تفصيلات كتير. كورش شخصية عظيمة جدا جدا يعني، له كل المجد والكرامة من الآن وأبد أمين. فضلكم الأسبوع الجاي مش مسموح حد يجي من غير الإنجيل، حدش عنده إنجيل ياخد نجيب له، لازم يكون معي إنجيلي أنا، مش إنجيل البيت، إنجيل البيت ولا إنجيل الكنيسة، انجيلي انا. لو ما حدش نجيب الموبايل، لا مش هعرف اكتب على الموبايل، سيبك الموبايل بتاع ما اعرفش الموبايل، الهارد كوبي ليها ريحه كده مهمه عشان اعرف اكتب عليه. لو هتعرف تكتب على الموبايل اكتب، ربنا يحافظ عليكم حتى عشان ناخد الاقلام. طيب ايوه سيدي، دي اخر حاجه عشان عندنا اجتماع خدام. الملوك دول شافوا حاجات كتير عظيمه قوي زي الثلاث فتيه زي دانيال، هل امنوش يعني ما فيش حتى من الشعوب بتاعتهم حد امن وبدا يعرف ان ده اله اسرائيل؟ هنبقى نحكي في الحكايه دي، لكن خلينا نحكي، هو في حد فيهم دول شاف اللي شافه فرعون؟ وفرعون ما امنش ليه؟ انا بس بحكي لك حكايه. لكن هم الناس دي يعني حتى مع كورش، هو برغم كل الكلام، هو كان أداة طيعة في يد ربنا صحيح، لكن ما بقاش مثلا يهودي مثلا حاجة زي كده. لكن هي الفكرة في إيه؟ إنه هو طبعا هي ريكوجنايزد إن إله إسرائيل هو إله أعظم من كل آلهة، لكن هذا لا ينفي إنه هو كان عنده آلهة أخرى. أبونا سمح لنا نصلي المزامير. يا أبانا.